لا اقول لك يا كابتن، هي اسمها دوره برشلونه ولا بيرسلونه؟ وانت فانيلا وبتاع ما عندكش فكره برضه ولا؟ ده انا مش فاهم الراجل ده اللي هقول لك ايه. اقرع هقول لك ايه. ايه ده؟ اختير اشكال دي. يعني الدورة انتهت يا عبد العاطي؟ اهو ما تنتهي يا ست كريم، ما تنتهي. ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ يا اخويا لا شفنا لا ميدالية ذهبية ولا حتى حتة صفيعة ولا حتة خردة حتى. يا راجل عيب، عيب على ترنج صوت اللي انت لابسه عمال على بطال. يا لو يا راجل اختشى على دمك، ده انت بقى شكلك مسخرة خالص. ده ما بتقلعوش من على جتتك أبدا، ده تستحمى بيه. جاتكم نصيبة، جاتكم الوكاس. عامل كده ليه؟ نهار ايه الأشكال دي؟ أنت جايبه من أنه من أنه متحف؟ لم خالتك عني يا قاضي. ايه اللي لله يا عبد العاط؟ اوعى كده، اوعى 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 لما شايفني معطله ولا ايه عشان يلمها؟ ايه اللي عيب يا واد؟ تقول ايه ده؟ مفيش دعوة بيه، مفيش دعوة انت دخلت. ايه ده؟ مفيش دعوة بالحيطة دي. تعالي تعالي يا خالتي. ايه ده؟ ما تهدي بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي لمني؟ ايه ده؟ ده بياكلونا. انت بتتكلم ازاي؟ انت داخلة في شمال ليه؟ ايه اللي داخلة في شمال؟ هو كان ماله؟ هو يعني كان مسؤول عن الشباب والرياضة يعني ولا يا اخويا المفروض يسرعهم. ايه الاشكال العكلة ده؟ يا نهار خالتك يا اسطى. لا 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 لا. عيب بقى يسرق. ايه عيب يا مالا؟ انت مش عاجبك الكومودين اللي واقف ده؟ يا نهار خلاص بقى. خلاص مش معقول انت عايز تعمل ضربات. معلش هي منهاره شويه. سكتك. اوعى. معلش معلش. اوعى من سكتك. معلش يا خالتي. يا لهوي. يا انهيار عصبي. معلش. يا لهوي. يا خالتي بهدلتينا كلنا يا خالتي. اوعى. يا انهيار عصبي. حكايه برشلونه انت تتصرف برضه. والكومودين اللي عمال يعدي عليها مسلسله ساعه البشر. ربنا يوفقكم جميعا. خالتي بهدلتنا كلنا يا اخوانا. خالتي بهدلتنا. يا كابتن عبد العاطي. مؤاخذه انا عايز اجازه سنه بدون مرتب. حط الورقه في جيبك يا كابتن. مش انت لوحدك اللي زعلان عشان اللي حصل في دوره برشلونه. يبقى انا هقعد في بيتنا مش جاي. هو يعني انت بتيجي؟ ولا مديل يا كابتن. يا عم روح بقى. ايه يا كابتن؟ هنفضل ساكتين؟ لازم نعمل حاجه. انا هفتح لكم شقتي ونتدرب فيها. ايه وان شاء الله هنطلع من شقتي على اطلانتا عدل. يا عم ولا ميداليا ولا حاجه. يا عم روح بقى. بس ركز على الدهب. ان شاء الله اهم حاجه عندي الميداليا الذهبيه. يعيش الكابتن عبد العاطي. 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 عيش ولا ميدالية. يا عم روح بقى. يلا يا كابتن برافو. يلا انا اهلك. يلا يا كابتن بسرعة عشان ما تبطش. عايز الكوكولا السناني فول فول. يلا ماشي الكل نزل ماشي الكل حلو مامي. هذا وجه يا مامي. يلا
تصدقي وتأمني بالله؟ لا إله إلا الله. هتكرهيني في النظافة. إيه ده؟ أنت لابس ورايا على فين؟ كل رايح على فين؟ رايح أدور على شغل. ادعيلي يا خالتي. ده عيالك يا ابني. أهو أنت اتخرجت من هنا والسياحة اتأثرت من هنا. بختك مايل. الاتنين بختنا زي بعض يعني، هنعمل إيه؟ بس الحمد لله الحمد لله. أنا برضو أحسن من غيري. الشغل في المطبخ قيمة برضو. أهو بلقط لي لقمة كده لقمة كده، أكل نظيف، أحسن ما أبقى دليل، أفضل كعب داير لافف على رجلي وعايش على السندوتشات. بس أنا قلبي حاسس إنها أزمة وهتعدي. بس ادعيلي أنت يا خالتي. يا رب يا رب يا اشرف يا رب. اقعدي نضفي اقعدي نضفي. بس يا اقعدي نضفي. يا ست كريم، هو انت ما عندكيش الا الاغنيه دي؟ هرشت دماغي. بالك قد ايه بقى ما زرتنيش؟ ما زرتش عمك حبيبك؟ والله يا عم امين الدنيا تلاهي. على كل حال انا جاي اقول لك كلمتين. انا نويت خلاص ابيع نص البيت بتاعي. نص البيت اللي انا فيه؟ هو ايوه ايوه هو هيبقى اللي انت فيه. ونويت كمان ابيع دكانة الحلاقه. طب ودكان الحلاقه ليه؟ انت عارف ان اكتر زبايني شبان، والشبان كمان بقى دلوقتي خلعوا وما فاضلش عندي بقى غير زباين العواجيز. فقلت بقى انقل يعني عده الحلاقه واوديها البيت. حطيتها هناك في اوضه اللي على اليمين دي، وانت داخل دي اللي كنت بربي فيها الفراخ، ودلوقتي تشوفها تقول زي الدكان بالظبط. يا عم ده انا وريثك الوحيد. ما انا قررت بقى اقابل ربنا وانا صارف اخر مليين عندي. الاوان يا عم ده لك رب بقى اسمه الكريم. بس شوف اسمع، اما تعوز تحلق تجيلي على طول، بس ما تروحش الدكان، تجيلي البيت وهعمل لك تخفيض 90%. يعني انت خلاص بعت البيت؟ اه بعته خلاص، و واعتبره اتباع بقى كمان. اعتبره اتباع؟ هات يا ابني اتنين قهوه ساده، واحد ليه واحد لعم امين. لا يا ابني القهوه الساده ليه هو، وهات لنا واحد عناب ساقع وسكر زياده. تمام. عاوز يقابل ربنا وهو صارف كل قرش معاه، ده بيغيظني بقى. اقول له انا مفلس يا عمي، يطنش ويغير السير. حتى الفلوس اللي باخدها من الكباتن بتنصرف كلها على الشاي والسكر والحليب. مالك يا عبعاطي؟ مالك؟ فيه ايه؟ انت نازل ولا طالع؟ رايح ولا جاي؟ مالك يا عبعاطي؟ فيه ايه يا كابتن؟
اهلا، ازيك يا عبد العاطي؟ اخوك حسين. ايه مالك؟ ازيك يا حسين؟ وحشني يا عبد العاطي، اخوك فؤاد. ازيك يا فؤاد؟ ايه يا اولاد، رايحين فين وجايين منين؟ ومين اللي وزكوا عليا؟ وايه الشنطه دي؟ مزنوقين في بياتا ولا ايه؟ لا لا لا، بياتة ايه؟ احنا مزنوقين في الوقت، مش مساله بياتا. قول لي يا عبد العاطي، مراتك هنا؟ مرات ايه يا جدع؟ مراتي ماتت من سنين. ماتت؟ احسن، حجمنا بقى لما نصنف الحريم شويه. معلش يا فؤاد. ايه ده يا عبد العاطي ده؟ انتوا عيالتوا بيتك ساحه شعبيه ولا ايه؟ يا عم ساحه شعبيه ايه؟ احنا مالنا، مالناش دعوه، احنا خلينا في المفيد. وايه اللي انتوا لابسينه دي؟ ايه اللي قلبكم بهوات كده؟ مفيش وقت للكلام ده، احنا مزنوقين في الوقت يا عبد العاطي، مزنوقين. اه يعني انتوا دلوقتي يعني ما احنا بقالنا يا اولاد عمر كده ما اتكلمناش ولا اتقابلنا. اه بس انت برضه ابو النزاهه والشرف، انت ابو الامانه كلها يا ابو عاطي. ايوه قول لي بس، انت عايز توصل لايه وغرضك ايه؟ الشنطه دي ما فيهاش هدوم زي ما انت فاكر، الشنطه دي فيها فلوس. يعني انتوا مخبيين الفلوس وسط الهدوم؟ لا الشنطه دي ما فيهاش هدوم خالص، الشنطه دي كلها فلوس، الشنطه دي فيها مليون جنيه يا عبد عاطي. كلها يوم ولا اتنين وهنيجي ناخدهم منك بعد كده. خلوها عندني؟ ايوه عندك انت، مفيش وقت، احنا مزنوقين في الوقت يا عبد العاطي. انا خايف. خايف من ايه؟ ما قلت لك هنجي لك بعد 24 ساعة. المسدس ده تخليه معاك، تشيله تحت المخدة، والشنطة تحت السرير. المسدس فين يا عبد العاطي؟ تحت المخدة. والشنطة؟ تحت السرير. صح، مين اللي قال لك؟ امسك بقى. وده بتدهن ليه؟ عشان يجمد قلبك ويخلي قلبك زي الحديد وعصابك تتشد. انت مش هتلحق تستعمله، ده كلها 24 ساعة وقام وقام كده. يا اخوانا انتوا بتشتغلوا ايه؟ اما نيجي بقى هنقول لك الدور الجاي، لما نيجي ناخد الشنطة هنقول لك. بقول لك يا ابو عاطي احنا مستأمنينك، خلي بالك. ها سلام بقى. سلام يا ابو عاطي. سلام. سلام يا ابو عاطي. مليون جنيه. بتصالحك بيهم، انما ايه حاجه هتاكل صبعك وراها. مش عايز. لا مش عايز ايه انا فاضي. الله، افتح بقى، انا شايل الصينيه على قلبي. والخل يسيل الفول مش ايه ماسي الفول ده. لا ده صبح يا كابتن، شكرا. عسل. انا هقعد اكل معاك بقى عشان جعان، انا راخر لسه ما فطرتش. تعالى بقى هبحق لك كلك لقمه عشان تلحق الشاي كده وهو سخن قبل ما يبرد. انت مالك معفر كده ليه؟ ما تقوم تغسل وشك الاول. منك لله يا اخي، انا لما قلت لي فول سديت نفسي. نفسك؟ انا كنت قاعد باكل مكرونه سباكيتي وحته لحمه قطرها قد كده. يا سلام. وقاعد في ايه؟ في مطعم ياد في باب اللوق كده. وانا قاعد وبصص على الميدان والترميات رايحه جايه كده. ايه بارون؟ بارون
يا اخوانا بيتغدى سباكيتي. مارون ايه بتتنطط عليا وانت بتاكل في باب اللوق؟ امال لو في الدق كنت عملت فيا ايه؟ كلك لقمه كلك لقمه كلك لقمه. نفسك في الاسباكيتي؟ والله لا اعملها لك. ايه رايك بقى؟ ما دام انت نفسك في الاسباكيتي انا هخليك تاكلها في الحقيقه مش في الحلم. ولو ان يعني انا راجل شيف محترم الاسباكيتي ده بالنسبه لي حاجه لوكال يعني حاجه محلي كده من... انما انا هعمل لك اسباكيتي ولحمه هتنازل واعمل لك الطبخه دي. يلا شيف ايه يعني انت شيف ايه فوق لنفسك؟ هو كل واحد عرف يقلل شويه تقليه واعمل له طبخه خلاص يا قد بقيت شيف؟ ايوه شيف. سياحه وفنادق ايه ده انت تلاقيك داخلها بالاعداديه ولا كمان ساقط اعداديه زي بتوع السلك؟ قوم يا انت قوم يا انت بالكتير خالص تعمل لك سندوتش. قوم قوم يا حبيبي. والله ما انا عامل لك اسباكيتي. هيقول لي ما اعرفش. وهتقعد تبوس ايدي علشان اعمل لك اسباكيتي. ابوس ايدك ايه؟ روح اجري كده. ماشي اتنطط عليا زي ما انت عايز اتنشى زي ما انت عايز. والله العظيم ثلاثه لولا انا راجل مؤدب الا كنت شايلتك الصينيه بتاع خالتك وفول خالتك ده. كباتن وصل. صباح الخير يا كابتن. اهلا يا كباتن. اهلا وسهلا. يا صباح الفل. يا صباح الرضا. اهلا. صباح الخير يا كابتن. ازيك يا فتحي؟ صباح الخير يا كابتن. ازي صحتك؟ زبون جديد اهو. فتحي دي لعب معايا يعني زمان قدام هيطرن. ايوه وخد مديلية ذهبية والله قد الرغيف بتاع النهارده كده. شوف عنده امل اهو وجاي يتمرن علشان يروح اطلانطا. ايده يا عتريس. حاضر يا كابتن. اتفضل اتفضل. تشربوا شاي يا كابتن؟ باللبن وحياه ابوك يا كابتن وزود اللبن شويه. يا سلام يا اخويا باللبن وزود اللبن شويه من كتر اللي بتدفعوه ولا من كتر بتاع ما تحكي لهم يا فتحي احنا على ايامنا كنا بنصرف على الرياضه ايه؟ دم قلبنا. ايوه اسالهم. انا عايزكم يا اولاد وانتم بتتمرنوا كده كلمه مصر دي ما تسكتش من على لسانكم ابدا. مصر مصر كده. ازيك يا خالد؟ ازيك يا خالد؟ ها؟ ايه اخبارك؟ انت غاويه هيصه وزنبليط على طول؟ انا جبت لك علبه الحلاوه اللي انت بتحبيها معايا من طنطا. ميرسي يا خالد. عامله ايه بقى في المدرسه؟ الحمد لله. بابا موجود؟ موجود. بتذاكر كويس ولا؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا فريد. الله يسلمك يا استاذ منير. جيت امتى من السعوديه؟ الحقيقه بقالي اسبوعين وان شاء الله نهائي. انت وشك حلو علينا. أميرة نجحت في الليسانس بتقدير جيد. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. النتيجة طلعت امبارح بس. الحمد لله على سلامتك يا خالو. الله يسلمك. ها انت مش هتغيري الأسود ده بقى وتبطلي الأحزان اللي انت فيها دي؟ احنا النهاردة عاملين لها حفلة وهتلبس فيه فستان ملون. هي حفلة على الضيقة كده وعازمة فيها صاحبتها. أكيد هتحضرها يا خالو. الحقيقه انا مرتبط بميعاد ومش هقدر. معلش ممكن اكلم كلمتين معاك يا استاذ منير على انفراد؟ اميره خدي اختك سلمى وخش جوه شويه. حاضر يا بابا. يلا يا سلمى. اتفضل يا استاذ فريد. الحقيقة أنا جاي عشان أبلغك قرار ولازم تنفذه. قرار إيه؟ أميرة لازم تعيش مع أبوها الحقيقي الكابتن عبد العاطي في مصر. تعيش مع أبوها؟ أيوه. بعد أخت المرحومة ما توفت أصبح وجود أميرة هنا ملوش مبرر. ملوش مبرر؟ أيوه طبعا ملوش مبرر. خصوصا كمان إن أميرة أخذت الليسانس. يا
ياه اميره، اميره دي بنتي يا استاذ فريد، بنتي زي ما سلمى بنتي، انا اللي سهرت عليها وربيتها. وسلمى هتعمل ايه؟ دي ما بتنامش من غيرها. حرام كمان ان سلمى تفقد امها واختها في سنه واحده. في شرع مين ده؟ الشرع والعادات والتقاليد بتقول كده، ان البنت لازم تعيش مع ابوها الحقيقي، واذا كانت البنت رافضه تعيش معايا انا، انا خالها يعني في مقام ابوها. وبرضه بعد ما عرفت ان النهارده حفله نجاحها مصر على طلبك المفاجئ ده. سبحان الله، حتى الكابتن عبد العاطي رفض يحضر جنازه امها اللي هي كانت مراته. اللي انا اعرفه ان كان بينكم مشاكل ملهاش حدود. تسمح لي اتكلم مع امير على الانفراد؟ انا بس مستغربه من التوقيت حقيقي، الفرحه ما تكملش. انا بنت اسكندرانيه يا خالو، من وانا عمري 10 سنين وانا بنام على صوت البحر. انا معرفش حد في القاهره ولا حتى بابا. اتعلمت هنا واصحابي البنات هنا. بابا منير عمره ما فرق في يوم من الايام بيني وبين سلمى، دايما يقول لي خلي بالك منها، انا مش هعيش لكم على طول، انت مش بس اختها ده انت مامتها وصاحبتها. وجي اليوم اللي هسيبها فيه. انت ممكن تيجي تعيشي معايا لو تحبي، لأنك مش هتعيشي عند بابا عبد العاطي على طول. عموما كلها 3-4 سنين وتتجوزي. وأنا آسف على اللي حصل مني. وألف ألف مبروك. متأخروا كده ليه؟ دول قالوا 24 ساعة بس. ايه يا عبد العاطي، انت كل ما تشوفنا بتقلق كده ليه يا ابني؟ فين الشنطه؟ خد الشنطه. هي دي الشنطه؟ ايوه. خدت الشنطه؟ ايوه خدتها. اسمعني وانا جاي، فين مسدس الانسناء عندك؟ تحت المخده. هاته. فين هو؟ هو هو. خدت المسدس؟ انا خدت المسدس؟ طب خلاص، السلام عليكم. فين؟ كان ليا أمنيتين في حياتي. الأمنية الأولانية إني أجوزك، والأمنية التانية إني أشوف سلمى كبرت بقت شابة كتفها جنب كتفي. لكن للأسف النهاردة في أمنية ضاعت مني. كفاية بقى يا بابا، ليه بتقول كده؟ هو أنا ناقصة؟ الظباط اللي كانوا عندك يا عبد العاطي كانوا بيعملوا ايه؟ انت عملت عامله يا اخويا؟ ما تنطق. مين دول؟ مين دول يا عبد العاطي؟ دول اصحابي. اصحابك؟ انت يا اخويا من امتى بتعرف ظباط؟ ده انت حيالله كل اللي بتعرفهم اشي سباكين، اشي فواعليه. ويا ريت ظباطه بس، دول رتب كمان. العالم دي مين يا عم؟ طمني فيه ايه؟ في ايه؟ انا دماغي سخنه يا اخوانا، وصاروخ نار طالع من يا حول الله. يا حول الله. اشرب يا كابتن، اشرب يا كابتن، روق دمك. بس ايه ده؟ في ايه؟ انا كان ليا واحد صاحبي رياضي، كان كل لما يبص في وشي يقول لي عبعاطي انت في وشك شعرة الديب. شعرة الديب؟ يقصد يقول انه فقري نحس يعني. انا فعلا فقري نحس. انا من شوية صغيرة بس كان تحت بطني دلوقتي 1,000,000 جنيه وهوب طاروا فجأة. جم خدوهم طلعوا حرامية. يا حوستك،
طب انت ما تعرفش هم ساكنين فين ولا بيشتغلوا في انه مصيبه؟ ما اعرفش عنهم اي حاجه. ربنا يتولاك برحمته يا عبد العاطي. بقول لك ايه يا اشرف، خليك معايا اخوي، ها ما تسيبوش لوحده. الراجل برج من عقله حاطير اكتر ما هو طاير. قال يا اخويا كبس على النوم هطلع انام. خليك ما انت عارفه فقره ذكر. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مش حد يعمل كده؟ مش انت اللي هتشليني؟ امشي. ده انا فرحان فيك فرحه وشمتان فيك شماته، اللهم لا شماته. ما انت بتكلمني في كل حاجه وبتستشيرني وعمال تحكي لي ومفيش حاجه الا وبتستشيرني فيها. خلاص جت على الحكايه ديت وحرمت عليها. كنا زماننا دلوقتي مقلبين الشنطه ومروقين اخر روقان، كل واحد معاه باكوين ثلاثه كده بنقزقز فيهم. انما هنقول ايه؟ يلا قدر انهم ما جوش بقى. هم فعلا جم وما جوش. يلا ولا يهمك بقى، انسى حكايه الشنطه ديت بقى. انت مش كنت رايح توضب التاكسي بتاع اولد مرسي العجوز؟ خلاص تاكسي القرد ده، مش كنت بتقول فاضل فيه شويه رفايع؟ انزل خلصها بقى ورخص التاكس واتكل على الله. اي لقمه عيش تسترزق منها وسبوبه حلوه بعد الظهر، واي لقمه طريه وربنا يكرمك وما يحرمك من اي حاجه. ها السلام عليكم. على السلامه. سلام يا شعره الديب، يا فقري، يا نحس، تصبح على خير. طمني على الخير يا اخويا. أنا دلوقتي بس اتأكدت إنني نحس. بابا اتأخر. تلاقيه بس نسي نفسه في الشغل زي عوايده. اسكندرية هتوحشني قوي. تفتكري بابا لما يشوفني هيفرح ولا لأ يا سلمى؟ أكيد مش باباك يا أمير. ها؟ ها يا ولاد، عمل لكم مفاجأة النهاردة، إنما إيه؟ تعال النهاردة بقى اخر يوم لاميره معانا، وبكره هتسافر، فرحت جبت لها سمك من اللي بتحبه، بوري مشوي. اوعى تكون نسيت تجيب الليمون. اكيد بابا جاب كل حاجه، الليمون والجرجير. اهو البوري المشوي. ها بسم الله. مالك يا اميره؟ افتكرت ماما وقد ايه كانت بتحب السمك، صوتها لسه بيرن في وداني. بعدين بقى ليه بس بتفكريني؟ أنا تعبان ومش ناقص، بحاول أخفف عليكي وبحاول أنسى. يلا يا ولاد السمك حلو أهو. يلا إيه؟ مفيش حد هيجيب أطباق ولا إيه؟ يلا يا سلمى بسرعة. كلي يا أميرة. كان زمان خلصت من العالم النحس دول. بس غلابة. يا ابني سلم. سلم يا حبيبي بدل ما يجي لك فتاة والرياضة محتاجاك. ابدا يا كابتن مش ممكن. يا ابني سلم بدل ما يطق لك عرق. فتحي ما يقيسش. أنا مش لازم أيأس. لازم أدور على الفلوس. لو عايزة تيجي تيجي دلوقتي وأنا بصحتي. لو جات لي بعد كده هصرف على الدواء والدكاترة وأتحول لحاق. يا خلت كفايه بقى، يا خلت كفايه البلاط اتلحس والمسلح بان وخرم الاوزون وسع من كتر الكنس اللي بتكنسيه. حامي نفسك بقى. يا اوزون ايه؟ الله سيبني بقول لك، انا عارفه ايه اللي معطله لحد دلوقتي. انت بتتكلمي عن ايه؟ عن ايه؟ بتستعبط يا اخويا؟ عن الجواز. ما انت عارفه يا خالت ان عبد العاطي مش بتاع جواز، الغنى لاحس نافوخه، مش هينفع يتجوز، ده راجل مش بتاع جواز. طب بقول لك ايه يا اشرف؟ نعم. يعني ما تحاول كده ايه تلمح له، تفتحه. افتحه في ايه؟ ما انا خاف افتحه يمسك في خناقه ويضربني، وخصوصا لما يعرف ان انا بدبسه. تدبس فيا؟ قصدي يعني بقى اهدي بس يا خالتي، يعني الموضوع برضه عايز روقان شويه. طب بص يا اشرف، انت الوحيد اللي ممكن تاثر عليه. اصلك انت شخصيتك قويه. انا احب اللي يسخنني، عايزك تسخنيني كده على طول. انا هنزله القهوه واول ما الاقيه هفتحه في الموضوع. بس انا عارف حكايه المليون جنيه دي عامله له اكتئاب شويه، فخايف افتح له الموضوع في وقت غير مناسب يقوم يعند معاكي، وده مش كويس عشانك. 10 سنين وانا عماله بعلب فيه ايه؟ هو فاكرني بطفعه عشان خاطر عيونه؟ خلاص يا خالتي، ما دام واحد بتطفعيه لمده 10 سنين ولسه مش سائل فيكي، خليكي حسيسه، خلي عندك دم وسيبك منه. إيه يا عبد العاطي؟ يا عبد العاطي خلي عندك دم. منك يا عبد العاطي. اهي حبكت معاه. يا حبيبي انا غلطت. كان لازم افتح الشنطه عشان اقسمهم فيه.
طب انت كنت تعرف ان اصحابك دول حراميه؟ لا طبعا ما كنتش اعرف، لاني انا ما فتحتش الشنطه، الشنطه كانت مقفوله، وفي نفس الوقت انا ما قلتش لحد. كل ما افتكر ان الحظ جالي لحد عندي واني ما خدتوش مش قادر انسى. خلاص خلاص يا كابتن ارحم نفسك شويه بقى. هي بس كان ممكن اخواتي ابقى مليونير في غمضه عين. يا حول الله. طب انت ايش عرفك ان الشنطه دي كان فيها فلوس؟ مش يمكن يكون فيها مخدرات؟ صح يا دي اشرف، عندك حق يا علي. ايه خلاص ايه بقى، ما تعملش في نفسك كده احسن يجيلك السكر يا كابتن، بعدين انت لسه في عز شبابك والمستقبل قدامك كبير. اسكندريه هتوحشني، خلي بالك من بابا. انا خدت صوره ماما هعلقها هناك، وصورتك هبروزها واحطها جنب سريري. بابا. ايوه اميره. لو سمحت اتصل بخاله وقوله ان انا نزلت القاهره. حاضر يا بنتي، اتمنى لك كل سعاده، وانا متاكد ان باباكي هيفرح بيكي قوي. امال ايه، مش باباكي؟ خدي يا أميرة. إيه ده؟ فلوس؟ فلوس. إحنا مش عارفين ظروف باباكي، فخلي الفلوس معاكي يمكن تحتاجي أي حاجة. تشكري قوي يا بابا. إيه؟ إيه يا سلمى؟ هي مسافرة أوروبا؟ توحشيني يا أمير، مش عارفة هعمل إيه من غير. ولا أنا كمان. خلي بالك منها يا بابا، واكتبوا لي جوابات وانا هكتب لكم بانتظام. حاضر. انا اصلي بحب كتابه الجوابات قوي، بلاقي فيها نفسي. اشوف وشكم بخير. يلا يا بنتي. يا خدت الحميل اتفضل. رد انت، هتفضلي طول النهار بقى تضربي فيا كده؟ والله ما كنتش اقدر افتحه في الموضوع، وخصوصا بعد موت مرسي. انت كنت عايز امسك في خناقي. خلاص خلاص، ما تبوقش في وشي. انت هنا مش كنت مسافر شرم الشيخ عشان تدور على شغل؟ أيوه. لقيت شغل ولا لسه؟ لسه، نتيجه المقابله ما اعرفهاش. انا خلاص زهقت من القعده يا خالتي، والله العظيم زهقت من القعده. خلاص المطبخ وحشني. يا المطبخ وحشك؟ الشيف اشرف يا خي يا روح خالتك، طلعت نزلت برضه طباخ. وماله الطباخ، انت هتقطميني؟ بس انا مش عايزك تحملي هم، انا ان شاء الله حلايل لك دماغه وانا بعمل له الاسباجيتي، بس الاسباجيتي على حسابك. ايه على حسابي؟ حسابك طبعا، ومال على حسابي انا؟ مش لازم الاقي لك مخه؟ وانت يعني هتلاقي مخه بكام؟ حسبتها كام يعني؟ 15 رايه. يا لهوي 15 جنيه عشان تلاقي مخه؟ ايوه يا خالتي، وانا هقدم له الاسباجيتي كده لوحدها، انا راجل طباخ محترم، لازم اجيب جنبها بطاطس، سلطه، بفتيك، الحاجات دي يعني. خلاص فسح شويه. ايه ده، فاضل 5 جنيه يا ولا؟ اكل يهون عشان بطنك يا عبد العاطي. ازيك يا عمي؟ جبت لك الاسباجيتي وجبت لك اللحمه وكله تمام، بس عايزك تخش تنظف المطبخ. نظفت المطبخ ولا لا؟ انا ما بحبش اشغل اللي على نظافه. ده انا وسط القطم فيها يا راجل، ده انت مزبله من المره اللي فاتت. مزبله ايه بقى؟ ما تعمل لك حاجه تشتغل برضه. مفيش حد من العيال الرياضيين جم النهارده ولا ايه؟ لا النهارده اجازه. طب يلا خش اعمل لك كوبايه شاي، احب كده اشتغل وانا متكيف. ازيك خالتك يا علي؟ لسه بتدور على عريس؟ وهي بتفكر الا في العريس دلوقتي، ليل ونهار بتفكر في الجواز. ربنا يرزقه بابن الحلال اللي هدي سريه. ايه كل لقمه بتنادي اكل. انت هتقعد ترغي معايا وما اشتغلش انا بقى. الله، قلت لك خش نظف المطبخ. منظفه ولا مش منظفه؟ منظف المطبخ تمام؟ تمام. خلاص انا مش عايز اكتر من، قسما بالله العظيم لو دخلت لقيت المطبخ مش نظيف ما انا شغال، لان اول درس اتعلمناه النظافه. ايوه النظافه، النظافه. يلا ابن الحلال مصفي، تعالوا ورايا. يا ابني يلا حبيبي. الاسباجيتي دوق من ايديا. ايه الاسباجيتي؟ اهم حاجه السرفيز. افتح الباب. لا بقول لك ايه، احترمني باللبس ده. اوعى إيه تقول لي افتح الباب وانا لابس اللبس. انا شغال عندك ولا ايه؟ الواد صدق نفسه. بس
ست ام مصيبه. اهلا زكي امير، خش. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، يا الف مرحبا يا الف مرحبا. احلوت يا امير، احلوت يا بنت والدوار، والله وعشت وشفت اليوم اللي انا اشوفك فيه كبيره كده وزي القمر، شبه امك يا بنت. هي فين اوضتها يا بابا؟ هوريها لك دلوقتي. تعالى انت شيل الشنط يا اخي. حاضر يا امير. مساء الخير. مساء الخير. اوديها فين؟ وديها الاوضه، يعني هتوديها فين؟ مساء الخير. مساء الخير. الاوضه دي؟ ايوه الاوضه دي. مساء الخير. اتفضلي يا امير، خش. يا سبحان الله يا اولاد، اهدي. نسخة تبقى الأصل منها. أنا حطيت الشنطة يا عمي. مساء الخير. أهلا. مساء الخير. بابا، هو حضرتك جبت طباخ؟ طباخ إيه؟ ده أشرف الغابرة، الواد أشرف الصغير اللي كان بيلعب معاك كده واقعك من على السيل اللي بده. معلش، أصل اللبس مغير شكلك شوية. يا الطرطور ده سياحة وفنادق يا ستي. اشرف جلده. ايوه، اصل احنا كنا مسمينك جلده علشان كنت بخيل، صح؟ لا بس الحمد لله، الحمد لله دلوقتي الحال اتغير خالص. طبعا انا بقيت كريم، كريم جدا، حتى اسالي عمي لسه جايب له اسباجيتي. ولا اللحمه اتحرقت يا سنه سخه. اقعدي، ما تشوف هتتغدى ولا مش هتتغدي. ايه ده يا بابا ده؟ نعم. ايه كل الحديد ده والمرايات دي لازمتها ايه؟ هو حضرتك بتتدرب؟ طبعا بتضرب. طبعا الراجل الرياضي لازم يتضرب حتى مهما بلغ من السن عتيه، عشان برضه يعني يحتفظ بلياقته البدنيه. امال ايه؟ برافو يا بابا، بس انا ملاحظه ان مفيش هنا ولا صوره لماما. بس انا جبت لها صوره معايا. ايه، حرقت اللحمه؟ لا حرقت. طبعا زي العاده هنكملها جبنه. ماني عارف ايه بودي فوت على اشرف. معقوله؟ معقوله يا انكل؟ لا ده انا عالجت اللحمه وان شاء الله هتكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. هو انت ليه بتتكلم عن الطبيخ بالاهتمام ده كله؟ سياحه وفنادق يا ستي. على اساس سياحه وفنادق، لان انت عارفه السياحه والفنادق بيبقى فيها اقسام. انا في قسم اللي هو قسم المطابخ. القسم ده بيحتاج الى خلاص معارف. فهمنا يا حبيبي بقى، يلا فارقنا بقى. خليك حلو يا عم. ايه المعامله دي؟ مالك فيه؟ اهدى. مساء الخير. يا ساتر، الواد دمه زي العسل. بس انا كنت بستفتته الاول. اهلا وسهلا. جه اليوم اللي اميره بنت الحلوه تيجي تزورني. انا مش جايه ازورك يا بابا، انا عايش معاك على طول. اهلا وسهلا. يا خالت ارحميني. يلا بقى عشان تنزلي تسلمي على اميره. اميره بقت زي القمر، تصدقي اول ما شفتها ما عرفتهاش وهي كمان ما عرفتنيش. بس يا واد ما تسربعنيش كده. بقول لك ايه يا اشرف؟ نعم. يعني البس ايه وانا بقابلها؟ تعالى نقي لي الفستان كده. البسي اي حاجه، اي حاجه البسيها، بس المهم تنزلي. اقول لك حاجه، البسي الفستان اللي بيحبه عليك عبد العاطي، اللي اول ما شافك قال لك ايه الفستان الملعوض ده. انت فاكر؟ ايوه فاكر. ده انا كنت ناسي. كويس انك فكرتني. اهو فاكره، فاكره اهو. الفستان اهو. أيوة. يا قوة الله. تفتكر يعني أميرة يعني هتفتكرني؟ لا مش ممكن تنساني أبدا. تصور يا أشرف، أنا شلتها وهي عمرها 5 سنين. أنت بتقولي بقت زي القمر. يا خالتي إحنا هنقعد نحكي بقت زي القمر وبس. بقول لك بقت زي الناس الهاي لايف، بنت ناس بجد. أنا بيني وبينك مستخسرة في الراجل اللي اسمه عبد العاطي. لا عيب، ما تقولش كده على اسم عبد العاطي. الله، دي برضه بنت. ما أنا ما قلتش حاجة، بس هي بقت زي القمر أصلها. وبعدين يا دوبك لسه قاعد معاها وبتكلم معاها راح مزحلقني. ما أنت عارفاه راجل فهيم ونمس. ايوه فهيم ونمس. الله، الاكل حلو قوي يا بابا، والاسباكيتي طعمها يجنن. انا اللي عامل كل الحاجات دي، الواد اشرف اشرف بس، لكن كل الحاجات دي صنع ايديا وحياه عناي. امال كان لابس لبس الطباخين ليه طالما هو ما طبخش؟ هو كده غاوي منظره جاته القرف، انما ما عملش حاجه ابدا. ايه كل المرايات والحديد ده كله يا بابا؟
دي مخليها الشقه شكلها غريب جدا. لا 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 ما تقولش كده. الرياضي المخضرم اللي بيحلم بالميداليات لازم ضمير الرياضي يبقى صح، تبقى شقته كده. دي خطة الواد أشرف حينطلي كل شوية. جاك سمي سمي بدل. أهلا 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 أهلا. تفضلي تفضلي يا ست كريم. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. خش خش كل اللي معانا لقمة خش. لا بالهنا والشفا مطرح ما يصير يملي. أهلا يا طنط كريمة. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. قمر قمر يا إخواتي قمر. ومن شر حاسد إذا حسد. الله إيه عبد العاطف، هو أنا بحسد ولا إيه؟ أنا بعمل اللي عليا وخلاص. ده أنت يا طنط اللي زي القمر، صورتك في ذهني زي ما هي ما تغيرتيش خالص يا حبيبتي. يا جماعه انتوا هتفضلوا واقفين كده؟ ما تيجوا تاكلوا لكم لقمه بقى. انا لسه واكله دلوقتي حالا. انت كلتي يا اميره؟ الحمد لله. خلاص يا عبد العاطي انا حدرد شويه مع اميره. تعالي يا بنت تعالي في حضني. تعالي يا غاليه يا بنت الغاليه. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. بس دي صوره ماما يا طنط. الله يرحمها ويحسن إليها. الله يرحم الجميع. احنا كلنا رايحين يا بنتي، محدش فينا مخلد فيها. أميرة أنا نفسي أقولك حاجة، يعني حاجة كده في كاتمة على نفسي وعايزة أقولها لك. تسمحي لي يا بنتي؟ تفضلي يا طنط. يعني عايزة أقولك يعني إن أنا استغربت قوي اول ما شفتك. يعني انا كنت فاكراكي هتاخدي على خاطرك من ابوك وهتاخدي منه موقف عشان ازاي ما يسالش عليك المده دي كلها. لكن بقى بصراحه انا فرحت قوي، فرحت قوي واندهشت كمان ان اول ما شفتك لقيت وشك سموح وضحوكه يا اختي ومش معقده الدنيا خالص. تعرفي يا اميره انت بنت غير كل البنات، انت مالكيش زيي خالص. عارفه لو واحده غيرك يا اختي كانت عملت في ابوكي عمايل، كانت عملته كده جرثه وفضيحه، كانت نصبت له المحاكم، كانت خليته كده معيره في الحته كلها. انما انت ما شاء الله عليك، ربنا يكملك بعقلك يا بنتي. اللي بفكر فيه دلوقتي يا طنط ازاي اخلي بابا سعيد. في ايديه في ايديه، ما هو ميل بختي. يعني مثلا الشقه دي ليه مش نظيفة؟ ازاي يا اختي؟ ده انا منظفاها ودايما منظفاها. يعني مش انا لوحدي يا اختي، انا واشرف ابن اختي. يعني ما طبعا يا أميرة الله، مش احنا عشرة يا اختي. الله الله، والناس لبعضيها. ده احنا جيرة ايه؟ ده احنا عمر في حاله. طب مامتك الله يرحمها، الله يرحمك يا ابله ظريفة، كانت في مقام اختي الكبيرة. طنط هو حضرتك اتجوزتي؟ نصيبي مايل يا اختي، نصيبي مايل. منو لله منو لله، لا يكسب ولا يربح اللي مايل باختي. مش جريان بيا اصله بفيلا، مش حاسس بيا خالص. قصدك مين يا طنط؟ تقصدي حد معين يعني؟ قصد ابوك الله لا يكسب. ها؟ لا يا اختي انا مش قصدي، لا يا اختي مش قصدي حد بعينه ابدا يا اختي. اصل انا يعني ساعات كده بتجيلي حاله بقعد اهبهب واكلم نفسي كده، اصل متضايقه ولا تعبانه شويه. انا ماشيه بقى يا امير، وانا هخلي الواد اشرف ابن اختي يكمل نظافه الصاله مع ابوكي. يا اختي الله يرحمك يا ابله زري الخالق الناطق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا لما نقلت المحل هنا في الشقه الزبائن بقت تيجي ومش حاسه انها قاعده في محل. اللي بقى يطلب قهوه واللي يطلب شاي، مره واحده عاوز واحد بطاطس. ومره بقى مره كنت قاعد بتغدى، الزبون ساب الكرسي ونزل يتغدى معايا، وايه بقى كبسها كبسه محترمه وقال لي ممكن اخد تعسيله. جبت له مخده ونام. مش عارف اعمل ايه في المصيبه دي. انت المفروض توقفوا بلا حدهم يا احسن ياخدوا عليها. لا 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 ما يصحش ابدا. ايه دول زبايني، زباين قدام كمان عندي، لازم استحملهم برضو. حسبي يا عم امين العناية. يا عم امين عيوني. يا عم امين. نعم الله ينعم عليك. متشكرين. اتفضل يا عم امين كتر خيرك. السلام عليكم. عاد سلام نعيم. الله ينعم عليك. اللي بعده. انا جاي احلق.
أهلا وسهلا. شعري انت مش شايف الشعر ده ولا ايه؟ انا عايزك تعمل لي حلاقه، انما ايه حلاقه كابوريا. يا سلام. هو حضرتك حد يعني دلك عليا؟ انت اشهر من نار على العالم يا عم امين. الله يخليك، ده بس من ذوقك والله. الله يكرمك. اهلا وسهلا. والشغل عامل ايه؟ ماشي كويس؟ الحمد لله. هو بس يعني الصحه مش مساعده، لكن نحمده زباين كتير والحمد لله. لا لا، ربنا يديك الصحه. وعلى كده بقى بيجي لك دخل كويس من الحلاقه؟ قوي قوي قوي، كرم من عند ربنا كتير جدا. زباين دخله خارجه دخله خارجه دخله خارجه. بس هو اللي انا مستغرب له يعني حضرتك يعني زلط خالص، ما شايف يعني ما كانش فيه داعي للحلاقه يعني. عاده بقى يا عم امين، ابطلها ولا ايه؟ المهم انا عاوز اقول لك كلمتين. هات ودنك. يا انت عارف اللي قاعد قدامك ده؟ ايه؟ مفتش ضرايب، وبقالي 20 سنة ما دخلتش دكان حلاقي. عم امين اجمد يا عم امين، امال لما تعرف اللي جاي اجمد. اجمد يا عم امين. عم امين انت متهرب من الضرايب. ايوه حاضر. صباح الخير. صباح الخير. ايه ده؟ انتوا مين؟ انا الكابتن عزوز. اتفضلوا يا جماعه. يتفضلوا فين؟ عشان نتدرب. تتدربوا هنا؟ اه نتدرب هنا، احنا الابطال الاولمبيين. انا الكابتن عزوز حامد، وزن خفيف كتير، وندفع فلوس للكابتن. بس الكابتن مش موجود. موجود مش موجود، هنستناه. طيب انت مين؟ بنته. طيب عن اذنكم، مين حضرتك؟ انا. ايوه انت جدي. أيوة. عم بابا صح؟ آه. ازيك يا جدي، وحشتني قوي. زي ما انت. وانت كمان زي ما انت، وحلوتي كمان. انت مكاشه، انت لولا انك شبه امك الله يرحمها ما كنتش عرفتي، كنت غلطت فيكي. ايه التران دي؟ هو بابا ما قالكش انه عامل بيته نادي؟ نادي؟ وانا هعيش في وسط الناس دي ازاي؟ مفكرش فيا خالص؟ ما شاء الله، بسم الله بحرزكم. بقى دول بتوع اولمبياد، دول بتوع اولمبياد. انا الاربعه منهم احطهم في لقمه كده واكلهم. دول اهلا 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 وسهلا. اهلا يا مرحبا. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ما شاء الله. اهلا يا حبيبي. اهلا 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 وسهلا يا مرحبا. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. اهلا 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 يا مرحبا. اهلا يا حبيبي. انت مكشر. اهلا يا حبيبي. اهلا وسهلا. انتم مشرفينا بسم الله ما شاء الله. يعني انا زمان كنت زيكم برضو، بشيل الحاجات دي. انا كنت زميل خضر التوني، ولما خد الميدالية الذهبية سنة 36 من برلين، انا بقى كنت اللي بشيل له الهدوم. سلام عليكم. سلام. لا مؤاخذة، لو سمحت بس أمر من هنا. شكرا. السلامة. أنا ما يهمنيش ولا واحد فيكم، والجدع يطلع لي برا. اهدي اهدي. أنتوا دخلتوا هنا إزاي يا إخوان؟ انت يا كابتن هنا بعظمة لسانك، التدريب ده مقدس. ايوه بس بنتي هنا لازم يكون فيه لا مؤاخذه، شويه ذوق، شويه حياه كده. يعني ده احنا برضه ناس رياضيين،
على كل حال تفضلوا حضراتكم كده على القهوه وانا هعمل اجتماع القهوه وهنتكلم لمؤاخذه في الوضع اللي جد علينا. انا مسافر خلاص يا خالتي، مفيش فايده. اميره خلي بالك من خالتي، حاولي تخرجيها من الهم اللي هي فيه ده. مع السلامه يا خالتي. هو الكابتن فين؟ تحت. مش هتسلم عليه قبل ما تسافر؟ انا هسلم عليه وانا نازل. خلاص يا قفل، طولت تسافر. خلي بالك من روحك يا دمام، هتوحشني. اللهم الحمد لله، اتكلمت الحمد لله. خالتي اميره مش هتسيبك ولا دقيقه واحده في غيابي، وهذا بقى تفك كده وتفوقي. سيبك من الهم اللي انت فيه ده، هتوحشيني يا اميره. اميره ما تسيبنيش قاعد لوحدي كده، اكتبي لي على طول. وانت كمان هتوحشني. ايه هو نجي من هنا وانت تمشي من هنا؟ أمير الله يخليك، أنا مش ناقص، أصل أنا ممكن أضعف وما أروحش الشغل وما صدقت ألاقي الشغل اللي أنا لقيته ده، ومش أنا همشي، أنا همشي قبل ما أنا ما أنا ما. أشرف يا أميرة، ماله؟ بيحب. أيوة بيحبك أنت يا أميرة، هو صارحني بكل حاجة. أنت عارفة إن أنا زي أمه، ما بيخبيش عني أي حاجة. أنا كمان عارفة إنك بتحبي بابا. أنا هكلمه علشان تتجوزه، ما هو مش معقول هيعيش طول عمره لوحده. فعلا مش معقول يعيش لوحده. اه وانت كمان لازم تتجوزي يا امير. هاي انا لازم اطمن عليك، ده انت لما بتبقي ماشيه جنبي بمشي اتلفت وراي. ان شاء الله يا بابا، بس لازم اشتغل الاول. تشتغلي؟ اتجوزي الاول وبعدين اشتغل. ما هو انا لازم احب الاول وبعدين اشتغل وبعدين اتجوز. ايه الكلام الفاضي ده يا ستي؟ الحب يجي بعد الجواز، ما فيش حاجه اسمها حب. انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابا؟ ايوه انا متاكد. طب ما دام كده بقى، معذب طنط كريمه ليه؟ ما تتجوزها. انا معذبها؟ ايوه معذبها، وتعب نفسيتها كمان. خلينا في مشكلتك الاول، انا لسه هستنى لما تحبي. وانت بقى ان شاء الله بتحبي ولا لسه؟ ده يطلع مين ان شاء الله ده؟ اشرف الفقر الطباخ ده اللي مش لاقي ياكل. ماله اشرف يا بابا؟ ما المنى لما تبقى تاخد عمره. ايه اللي ماله؟ هيفضل طول عمره كده في المطابخ؟ ده ايه ده؟ ده انا اللي ضيعت عمري علشانك وسبت الحديد عشان انت جيت وعشت معايا هنا؟ ده انا ضيعت مستقبل جيل من الرياضيين عشان خاطرك. بقول لك ايه؟ جوازك من اشرف دي بقى مش هيتم. مين؟ ما ترد، ردة المية في زورك يا اللي بتخبر. العب عاطف يا حسني. سعد طلعتي اتفضل يا سعد العاط. لا معلش متشكرين، هما كلمتين من على الباب وماشي. لا اتفضل. انا اصل بنتي كلمتني واحنا ممكن نتجوز، بس على شرط. شرط ايه يا سعد العاط؟ اذا احنا اتجوزنا يبقى جواز اشرف من اميره باطل، علشان الفقر ما يركبش مع الفقر كده. بره. المود اشرف فقير عايز يتجوز بنت. بنت الجميله كل الجمال دي، واد سنكوح يبقى واسفين.
أنا لازم أقف ضد الجوازة دي. أنا حابعت للجورنان في الباب بتاع أريد عريسا بيه واتصلوا بي على تلفون القهوة. خالتي خالتي حبيبتي خالتي حبيبتي. ايه مالك انت رجعت للعاية تاني ولا ايه؟ ايه خالت مالك في ايه؟ ده انا جاي وقلت هلاقي خالتي زي الفل. بصي بص انا جبت لك ايه؟ هدية كنت نادرها من اول ما هي اقبضها اجيب لك هدية. يعني خلاص انا هشتغل عشان اجيب لك هدايا مش مهم اتجوز. يعطيك معاكي بقى يا كميلة. خد يا حبيبتي. ايه مالك؟ طب اميرة راحت فين؟ معلش مني يا امير، الكابتن عبد العاطي ده طيب قوي مش عايز غير مصلحتك. افرضي وشي بقى اللي زي القمر ده، ده الناس في الحاره اتضايقوا من الظلم. تصبح على خير يا امير. وانت من اهل يا بابا. مش هينفع كده، انا مش كل ما اكلمه في الموضوع ينام مني كده. يا جماعه طب انا اكلم مين انا بقى؟ يا عم امين، يا عم امين فوق شويه. يا عم امين بكلمك في موضوع امين اتنام مني برضه. انا بقالي يومين بتكلم معاك في الحكايه دي. مين اشرف؟ ايوه اشرف عم امين. ما قلتليش اعمل ايه في موضوع اميره؟ بقول لك ايه، انت مالي ايدك منها؟ ايوه مالي ايدي من اميره، ده هي اللي بعتني ليه. وبعدين انا عارف يا عم امير انك انت ليك تاثير على الكابتن عبد العاطي، بس انا مش عارف هو قرش ملحقتي ليه مغلبني معاه. الكابتن عبد العاطي اصله دماغه ناشفه قوي. صح. لكن انا ان شاء الله باذن الله تعالى هكلمه. يا ريت. بس هو الظاهر متضايق منك عشان حكايه الطبيخ والمطبخ. الطبيخ والمطبخ؟ ما هو الطبيخ والمطبخ؟ مش احسن من المقص والموس التلم والحلاقه؟ ايه بقى انت التصحيح دلوقتي؟ مش قصدي عم امير ربنا يكرمك. انا بس عايزك تكلمه في الموضوع ده، وانا ان شاء الله هعمل كل ما في وسعي لغايه ما ربنا يكرمني. بس انت برضو معايا شويه يعني. ها؟ انت نمت تاني؟ انا اروح اكلم نفسي بقى، انا في البيت احسن لي. لما ينفع الموضوع ده كده ما ينفعش خالص. بحق ايه لما بتقوم الصبح تلاقي الدكان ده كله متقشش ومسروق علشان انت عامل دكان عشان تنام فيه؟ يعني يتهموك بواحد اقرع كده، يجي البوليس يقبض عليك بواحد اقرع عشان كده خالص. يعني هتجنن. انا نفسي افهم ابوك ليه رافضني. ما انا وانت لازم نغيره، لازم نخليه شخصيه عاطفيه. عاطفيه ايه؟ ابوك لا يمكن يبقى شخصيه عاطفيه. ابوك راجل بتاع حديد، كل الاجسام اللي بيشوفها اجسام كده والناس منفوخه وعضلات مش عارف ايه وايه ده، انا بيتعاشر معاهم. وبعدين الحكايه انا مش عارف بصراحه ابوك ده عايز مني ايه بالظبط. طب والحل ايه؟ اخليه زي وافق عليك؟ مش هينفع. حكايه الورد وانه يتغير بالورد والحاجات ديت لا يمكن يتغير. ابوك لو شم ورده ممكن يقع من طوله. انا مش مؤمن بالحكايه دي خالص. سيبك انت كنت وحشاني جدا 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 جدا. كنت قاعد في شرم الشيخ قاعد في المطبخ مش عارف اشتغل خالص. الكوسه فجاه اتقلب معايا بدنجان والبدنجان اتقلب لبطاطس. والله ما كنت عارف اشتغل خالص. يا اميره الايام اللي جايه هتبقى صعبه قوي، فعشان خاطري يا اشرف استحمل بابا. استحمله بس برضو انا ما زلت مصر ان حكايه اثار الزرع ديت والورد لا يمكن هتجيب معاه نتيجه. ممكن ابوك بتاع ورد. الف عين اريده عريسا هي 22 سنة جميلة من أسرة طيبة تشارك في تأثيث المنزل. هو 30 سنة شاب وسيم رجل أعمال رياضي يملك فيلا وسيارة.
قلت الاستراحة لو رجعت. الورد ايه جميل 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 الورد، الورد ايه جميل ولوه له ايه؟ الوان ولوه الوان. ايه رايك في الورد يا ممكن؟ مش بطال، ممكن بقى تتوكل على الله انت بقى، عشان احنا عايزين نرتاح في بيتنا كده وعايزين نعرف معنى القعده. يعني الباب مفتوح انا عايز اقفله. امشي يعني ولا يعني انت تتفهم غير كده ولا تتفهم غير كده؟ ليها معنى تاني. شفت الغتاتة؟ مش قلت لك انا؟ قلت لها ايه؟ ما ولا حاجه. طالع انا طالع خلاص، ما تزعلش نفسك. قلت لها ايه؟ كلمها ولا حاجه والله، ما هتزعل نفسك ولا كلمتك ولا بتاع. يلا مش اشكال. الورد جميل 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 الورد. خد الباب وراك. حاضر يا كابتن. في الورد ده بقى يا بابا؟ كويس. طب ده انا جايباه مخصوص علشانك. عارف يا بابا لما تصحى الصبح كده وتصبح عليه، ولا بالليل لما تمسي عليه، ولما يحتاج للضوء تخرجه شويه في الشمس، حياتنا هتبقى احلى واجمل كتير قوي يا بابا بالورد. انت شايفه كده؟ طبعا يا بابا. اتفضل يا بابا. الورد اللي جاب ورد ايه؟ ايوه يا بابا. يا اخي عمرها ما هو مكتوب عندك في الجورنال 22 سنه لسانس ادب انجليزي جامعه ايه؟ انت مالك يا اخي جامعه ايه؟ يهمك اول كان جامعه القاهره ولا اسكندريه؟ جامعه اسكندريه يا سيدي. اميره تعبانه وباباها عاوز يجوزها غصب عنها. بابا وحشتني أميرة يا بابا. وأنا كمان تعبان ومستحمل. ما كنتش متصور إن غياب أميرة عن البيت هيسبب الفراغ ده كله. لكن حتى لو سابت بيت باباها مش ممكن هترجع هنا تاني. يا حبيبي يا بابا. كابتن أبعاطي، كابتن أبعاطي. ايه؟ أنا الكابتن أبعاطي. أبعاطي أنت مالك أبعاطي؟ أبعاطي سليمان يا سيدي. ايه؟ عايز الأمانة، هات ورقة وقلم، هات ورقة وقلم. ايه؟ لا أنت هات ورقة وقلم عشان أديك العنوان، اكتب يا سيدي العنوان. في واحد هنا اسمه عبد كابتن عبد العاطي. كابتن عبد العاطي؟ اي بتاع الحبيب. اه تعرفه يعني ولا ايه؟ انا جاي له مخصوص. بيته فين من فضلك؟ انت قلت تلعب حديد يعني ولا اصل راجل بتاع حديد وشايفك انا مش رياضي يعني وعايز في حاجه؟ انا بسال حضرتك، انت بتجيلي اسئله بمناسبتي، انا نازل جاي لك مخصوص عشان اسالك. بقول لك بيت الاستاذ عبد العاطي، كابتن عبد العاطي فين؟ ايه انت بتتكلم معايا ليه كده يعني؟ انت سعادتك مجرد دليل تدليني على دليل ايه؟ شفتني واقف عند الاهرامات وراكب جمل، دليل ايه؟ انا راجل سياحه وفنادق بس مش جليل، انا شغال في المطابخ شيف محترم يعني. شيف يعني؟ تقول لي عايز الكابتن عبد العاطي يعني؟ اه كابتن عبد العاطي. لك بص عليه اصل هو ساكن جاري. بص هذا الطباخ ولا طباخ؟ اه تشوف البطاقه ولا ايه؟ لا كويس طمنت عليك. مخلص جيش يعني لو في حاجه؟ مخلص جيش. والله مش لاقي شغل يا باشا. الله قاعد قريب ان شاء الله. ربنا يكرمك لو تشغلنا طباخ عند حضرتك يبقى ربنا كرمك اخر كرم. عربيتك دي يا باشا؟ اه طبعا سواء يعني باخد 1000 جنيه في الشهر. ربنا يكرمك ويوفقك. طب ما تشغلك كده ان شاء الله. ربنا يكرمك. ده باخد 1000 جنيه؟ اه مش باين عليه خالص يعني. شوف حضرتك بقى انت هتخش الشارع ده على طول اليمين في شمال في يمين تاني بحوضه، واخد بالك؟ هتلاقي بيت كده قديم هو في الدور التاني على طول. يمين يمين في شمال تاني بحوضه. اه هنجون افتر ذات الورد. نعم
كويس قوي يعني. بس ما تخش بالعربيه بقى عشان المجاري ضربه هناك. مجاري ضربه؟ طب ايه اللي عايشك في الحته كلها مجاري ضربه هناك؟ انت بتكلمني وانا في الحي يعني بتقول لي مجاري؟ انا مال انا؟ انت مش من نفس المنطقه يعني؟ من نفس المنطقه هو داري كمان. صلح المجاري دي وعيش فيها بعد كده كويس. انت بتكلمني زي ما اكون في المحافظه، ايه العوجين اللي انت فيه ده؟ يا ريت كنت قلت لي اخش بالعربيه كانت تدغدغ منك. يا سلام على العوجين. عبدو كالو بالو، وانت اسمك ايه؟ انا كابتن عبد العاطي، عبد العاطي سليمان، ملك الكابتنه في الحته دي كلها. زي بعضه زي بعضين. احنا مش بنتهدد، ماشي ده قوي. شيل البتاع ده من قدامي، ايه لازمته بس كده؟ انا متعود على كده، اي مكان اخشه الهوا مره لازم اطلع مسدس احطه قدامي ودي ارجع ارجعه تاني في الشقيته. يا سلام رجال الاعمال الكبار العظام دايما في خطر لانهم وونتد. بس رايح، هو عدم المؤاخذة يعني اهلك ما جوش معاك ليه؟ يعني عيلتك قرايبك كده يعني؟ لا كلام متخلف، كلام مش هدارة، ده مش هدارة. واحد رايح يتجوز يجيب عيلته معاه ليه عشان يتجوز؟ هم يتجوزوا ولا انا هاجي بنفسي؟ الشخص بتاعي انا هو اللي اثبت وجوده في الجواز، ثم انا عيلتي كبيرة منتشرة في كل انحاء العالم، اروح الف العالم كله اجيب عيلتي ورايا طيارات رايحة جاية عشان يجوا عندك هنا عشان اتجوز بنتك؟ ازاي ده يحصل؟ لازم تعرف ان كارلو بالو الكبير اصله من الايطاليا، ايوه تورنتو. بعدين بقى الجده الكبيره بتاع الام بتاعنا دي اصله منين؟ من هند، من هند، نيو ديلي، من نيو ديلي. دول بتوع الحياه جميله هناك، عايشين حياه جميله لذيذه الناس دي. دول بقى لما جه هنا بقى كارلو بالو الكبير قاعد عايش فينا في مصر. يا سلام الراجل ده انبسط من مصر كتير، حب مصر قوي، عيش مصر خالص، عاش مصر بكل حب بكل كيان، وكان مندثر جوه مصر عاش ليها. وبعدين حصل شويه خلاف، مات حسب الوصيه بتاعه، هو دينا البساتين وهو نازل بينديف من جوه. يا عيني الام مات، ماتت من هنا، قالت لازم اروح هناك ادفن. فين؟ في ايطاليا عشان تعيش على ذكرى هناك. اتدفنت في ايطاليا، مع ان الاف في نيودلهي كانوا باعتين هنا يرفضوا الدفنه دي، لكن احنا لا نفذنا الوصيه بتاعي، عاش في ايطاليا تعيش تموت هناك. يا عم فضنا من سيره الدفنه ونزل في البساتين ونزل في تورنتو دي ولا ايه؟ يا عم خلينا هنا، ده يوم فرحه حلو، ايه لزوم الحزن؟ وعموما يعني لا مؤاخذه يعني الباقي في حياتك برضه على كل حال. زي بعده لو انها جت متاخره شويه كان لازم تقول لها ساعتها يعني. والله ما عرفنا الا دلوقتي. الحمد لله على السلامة. وكان على عينينا. بس برضه يعني جنبك ما قلتليش حضرتك بتشتغل ايه؟ بتشتغل ايه؟ شوف السؤال الغريب. في عرفنا انا قلت ده سؤال غبي، لكن عشان خاطر انت تبقى الحامة بتاعي انا اسكت. وانا اعمل ايه؟ سؤال اشتغل ايه؟ انا مليونير. مليونير. الوقت اللي بكلم معاك فيه دلوقتي بيضيع هباء منثورة، قولي ليه؟ عشان كل فلوسي بتسرح في كل العالم دلوقتي، في الموزمبيق سرح الفلوس، في كوالالمبور سرح الفلوس، في جزر القمر في حياتي، كل فلوسي منتشرة في كل حتة، وأنا جاي عشان أقعد معاك أضيع وقتي. لا مؤاخذة بس أنا مش عارف أركز معاك،
اشيل المسدس ده من قدامي عشان اعرف بس مين اتدفن فين ومين اتدفنت فين، حتى بس حتى يا رب نقدر بس نقوم بشويه من الواجب. يعني شيلنا مسدس ما الزمانان انت جبان، وانا صراحه مش عايز تبقى جبان، انا اعلمك بعد كده ازاي تبقى شجاع. معلش ومالي برضو انت برضو يعني اهلا لذلك، لكن برضو في الدنيا من السيره دي برضو انت ما قلتش انت حضرتك بتشتغل ايه. حيوانات اليفه. شوف حضرتك انا ليا مخلات في كل انحاء العالم، اكبر ميدان في كل دوله تلاقيني عامل فيه محل كبير، كوتا دوجز دي محلات مشهوره، محلات كبيره بتجيب لي دخل كبير، كل البورصات شغاله عليها، اموال طالعه نازل. انا كمان ان شاء الله انا عملته في مصر هنا في ميدان التحرير، كوتا دوجز ستور اند هومارياتو، ده اللي هيبقى جديد في مصر. فين عروسة؟ طب على اذنك بس امدهلك هقول لها كوالا لامبور بره عشان تيجي تشوفك. كالو بالو. في شاب زي القمر كده بره عايز يشوفك ويخطبك. يعني يشوفني بمناسبة ايه؟ وشافني فين ده عشان يتقدم لي؟ شرفني. انا بقالي مدة ما خرجتش من البيت، اما والله العظيم دي حاجة غريبة جدا. ده مليونير وعنده عربية زي لموكة واقفة تحت البيت. مش هشوف حد يا بابا، مش هشوف حد. وماله؟ براحتك. لمؤاخذة يعني بتقول لك ان هي تعبانة شوية وكمان يومين كده ولا تلاتة راجعنا مرة تانية، وبس بقى هات معاك حد من اهلك ولا قرايبك عشان يبقى كلام معاك على مية بيضة. مش انا سبق وقلت لحضرتك قبل كده ان الاهلي بتاعنا منتشرين في مكان كتير خالص، اول مكان في ايطاليا وبعدين في نيو ديلي وبعدين في الموزمبيق وبعدين في اسمع انا رياحك، انا اجيب لك اقرب ناس لينا هنا في المنطقه، جيبهم الكاب تاون تحت، جيبهم يجوا انا اخدروا ده والمهم عشان ما تهارش نفسك، انت رتب نفسك. وبعدين الكارت بتاعي معاك اهو، بتصل بيا قول لي رتبت نفسك ازاي، انا هاجي فورا. ايه يا ابني ده؟ 30 نمر التليفون؟ انت بتطفش ولا ايه؟ طفش ايه طفش دي؟ عندي 30 نمر التليفون اتصل بيه في اي حته، مش مكفيك 30 نمر؟ اي مكان تتصل بيه هتلاقيني، هاجي ابوك هيقولوا لي. وبعدين يعني هذا مغزى يعني فيه نمر 12 نمر؟ مش في كود وكود نمبر وكود ان وكود اوت، كل ده موجود عندك هنا في الكروت، ما تتعبش نفسك، اي وقت هتوزني هجيبني من النمر دي. وكمان انا عايز اريحك خالص، انا فهمتك، انا مستعد ادفع العربون. المغزه عربون ايه؟ عربون الشغلانه اللي انا مسالها دي، يعني لازم يبقى له عربون ومستعد ادفعه بالدولار بالسترلينج ادفعه بالين بالزلوتي بالدراخمه. معلش دي بقى لما تيجي بمناسبته ان شاء الله. اتفضل ان شاء الله تيجي بمناسبته وان شاء الله هنلبسه تاوي مع بعض ان شاء الله. تعالى من هنا الباب اهو. لا اعمل تنتور ليه ده؟ ومال شكرا. عفوا حافظ عليه. حاضر. دي ثروه كبيره وفي اسرار، دي نمر تليفوناتي بيجروا عليا كده في كل حته، مش عايز اقاطع انا. خد بالك ماشي، مش هتتعب معايا تنبسط. لا ان شاء الله باذن الله. والعربون ممكن ابعته في البوسته بالظبط. طب قلنا لما انت ناوي عالسفر، طب قلنا لا 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 او فوت لنا كلمة وداع يا عمر، توصل لنا دي مكتوبة لي. الله بالخير. الله بالخير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. وين بيت الكابتن عبد العاطي؟ والله الكابتن عبد العاطي عامل حفله النهارده ولا ايه؟ لا يكون عامل حفله تنكريه. لا 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 والله. طب الكابتن عبد العاطي بتاع حديد، انت برضه بتلعب حديد ولا؟ لا انا نريده بشغلانه كده، شغلانه حلوه. بالاذن بالاذن من فضلك. حضرتك قلت لي المجاري هناك ضربه. دي مش ضربه يا ابني، المجاري مش بس ضربه، دي عايزه محطه مجاري بحالها.
لازم ليها ميزانيه واعتماد. انت بتكلمني انا يعني زي ما انت، انا مال انا ومال الشغلانه ديت؟ وبعدين انت ما تقوم جاي للكابتن عبد العاطي ما تجيش ببدله، انت تيجي ببيجامه وكوزلك من بتوع المطافد وتكع الله يابا، تكع الله يابا عشان ما تنفعش بره. ربنا يكرمك يا عم. انا قلت لك انا وكوزلك ما تنفعش في المنطقه. حول الله يا رب. مفيش ميه، مفيش مجاري، دي منطقه غريبه يا عم. انت بتكلمني انا مال انا، انا مال اسيب لك المنطقه وامشي يابا؟ الله يخليك، الله يسهل لك طريقك. الله بالخير، الله بالخير. ده ايه العالم حرق الدم دي؟ انا عندي طباخ كويس مش محتاجك. الله بالخير، الله بالخير، الله بالخير، الله بالخير. حاجه غريبه، هتقعد تعمل لي الشغلانه انت دي؟ كان انا مش ناقص انا بصراحه. وين بيت الكابتن عبد العاطي؟ كابتن عبد العاطي يمين، في شمال، في شمال تاني بحاول. اتكل على الله، ربنا يكرمك يا عم. شكرا. العفو حبيبي. يلا لو جه حد سالني تاني انا هضربه بقى، عشان انا مش ناقص، مش قاعد انا هنا لما التاشر كل واحد جاي بيزلني يقول لي 1000 جنيه طباخ. ما لو عطيتني 2000 ما اشتغل معاك، راجل معوج. اهلا وسهلا، اتفضل. يا هلا بيك. يا هلا. يا مرحب، يا مرحب، اتفضل. انا قريت الاعلان، رحت على المجهى، اعطتني عنوانك. طبطت صوتك. ليش اوطي صوتي؟ ليش؟ وعدم المؤاخذه يعني الاخ من الكويت؟ لا. من السعوديه؟ لا. من السلطنه؟ لا. تبقى من على القهوه. اهلا. اصل لا مؤاخذه كده يعني شكلك كده لا يدي مليونير ولا يدي على 30 سنه. توكل على الله، يلا يرحل. كيف ارحل كيف؟ الله، ما هي كلمه بقى قلتها لك، ترحل، لان انا لا مؤاخذه هرشك. والله حاجه غريبه، ما دام عملتوا الاعلان عشان تجوزوا بنتكم خلاص اقبلوني بقى. ما بلاش، ما بلاش، اطلع بره. خيبك الله، خيبك الله. خد الشقلب. حياك الله. ايش بتعمل عندك؟ ولا حاجه، بس انا بس كنت عاوز اسال حضرتك سؤال قبل ما انت تخلع. بتعمل ايه عند الكابتن عبد العاطي؟ في ايه عند الكابتن عبد العاطي؟ لا انا قريت الاعلان عشان اتجوز بنته وجيت وبعد. بنته مين؟ انت نصاب يالا؟ لا لا نصاب. لا نصاب. انا اكبر من شداد الفخاري. شداد نصاب يالا؟ ولا حرامي، حرامي. خالتي زعلان عليك قوي، وزعلان على نفسي، وزعلان منك قوي. يا اميره، معقوله يا اميره؟ معقوله توافق ابوك يجوزك عن طريق الجرانين؟ ليه خالتي ما قالتليش وخبت عليا؟ يا رب افك الضيقه دي بقى يا رب. ازيك يا أميرة؟ مالك يا أشرف؟ ما نمتش من امبارح يا أميرة، كان نفسي أقابلك. أبوك عمل لك إعلان في الجرنان، الراجل البدوي اللي لابس عيال ده لما هددته قال لي أنا واثق إن أبوك عمل ده من وراكي. أنا بس حبيت أجي أقول لك علشان حكاية الزرع والورد وتغييره. أنا زعلان على نفسي وعليك قوي يا أميرة. معقول بابا يعمل كده؟ طيب يا بابا. لا لا مؤاخذة، بس واحدة قريبتي جاية عشان تكلمني كلمتين، ممكن تسمح لي؟ طيب احلى انت لنفسك. ماشي. اريحك. ايوه حبيبتي. بنتي. نعم. جالك اشرف عشان تكلم بابا؟ ايوه جالي، بس انا ما كلمتوش. ليه يا جدي؟ وانا اللي بقول عليك انت اللي هتقنع بابا، مش انت جدي الطيب الحنين، ولا انت مش موافق عليه؟ انت بتشك في حبي ليكي؟ انا عايز مصلحتك، وبعدين احنا نيتنا سليمه. امال ليه كنتوا بتخلوني بقى اتعلم واخرج للدنيا واقابل الناس؟ الله، هو انت اول واحده تتجوز عن طريق جرانين؟ ليه يا جد؟ ليه؟ فاكهه بايره عايزين تلزقوها لاي حد، ولا ارض بور عايزين تخلصوا منها؟ لا يا بنتي حرام،
حرام تقولي كده على نفسك، حرام حرام عليكم انتوا يا جدي. خلاص انا زهقت بقى. لا اله الا الله. انت خلاص؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا والله هايل، والله العظيم هايل. نعيما الله يرضى عليك. لا ما تقومش، استنى اجرتك اهي. مع الف سلامه. الله يسلمك. تعالى كل يوم ان شاء الله. مع السلامه. مع الف سلامه. اللي بعده. بابا بابا. ايوه امير. مالك يا بنتي؟ بنتك انا لو بنتك صحيح ما تعملش فيا كده. الله 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 الله، ايه اللي مزعلك بس؟ مش افهم. الله، انا لسه جايه من عند جدي دلوقتي وحكى لي على كل حاجه. تنزل لي اعلان في الجرايد يا بابا؟ انا كنت عايز مصلحتك يا بنتي. مصلحتي؟ انت ما عندكش قلب. ليه بس الكلام ده؟ عيب كده؟ ده انا مهما كان برضه ابوك. كتبت ايه في الاعلان يا بابا؟ صنفت بنتك ازاي؟ وكانت ايه شروطك في العريس اللي يناسبك انت؟ يكون في علمك انا مش هقعد معاك ولا دقيقه واحده. مالك مهومة ليه كده يا خالتي؟ انا حاجتلك في المستشفى كده بس يومين عشان تسترد صحتك وتبعدي عن المشاكل السوداء اللي احنا عايشين فيها ديت. بقالك يومين لا بتاكلي ولا بتشربي وصحية طول الليل. تعالي 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 على مهلك. متوجنيش نفسك كده. يلا يلا على مهلك. مفيش حد هنا ولا ايه؟ من زعلها مني نسيت يا ولدها تاخد صورة مامتها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مالك يا كابتن عبد العاطي؟ لا سلامتك حبيبي. من انسك ليه؟ مش كان بيتك لينا كلنا؟ ما تيجي تقعد معانا شويه. شفتش الواد اشرف؟ ما جاش النهارده. لا معلش، اصل انا عايز اقعد مع نفسي شويه كده. ماشي يا ريس. كل حاجه بتضيع مني، حتى بنتي بتضيع مني. ايه شعرة الديب كمان جت في بنتي. بابا انا نفسي تهتم بنفسك. انا معايا فلوس، فيا ريت ننزل سوا نشتري لك بدله شيك على قميصين وبنطلون وتريننج سوت. ازيك يا كابتن؟ اميره راحت عند خالها اشرف. انت ما بتسالش عليا ليه يا ولد يا جبان؟ يالا سامحني. سامح الكابتن عبد العاطي. سامحك يا كابتن، بس انا خالته ودتها المستشفى مصحه نفسيه. ليه كده ليه؟ ده كلمتين حب مني كانوا خلصوا على الموضوع بدل البرشام والعك ده كله. لا لا تعبان قوي ولا ينفع معايا حاجه من ديت يا كابتن. انا جاي لك بس دلوقتي عشان نروح نزورها سوا. ايوه خد الله. اتفضل يا كابتن. سلامتك. ألف سلامة يا ست كريم. أنا مش جاي أزورك وبس، ده أنا كمان جايب لك خبر يفرحك. أنا
انا جاي اتجوزك يا كريم. كنت قدامي وانت سليمه 100%، بس انا فيها شعره الدين لما كاوتش مخك اتلحس وبقى 50%. جاي اتجوزك ما تزعلش نفسك، شده وتزول يا عم، شده وتزول، ما تزعلش نفسك. وانت اقبلي يا خالتي، دي اخر فرصه، محدش عارف بكره في ايه. بعدين احنا مش عايزين حاجه، احنا جايين نصفي النفوس وعايزينكم تنفعوا نفسكم في النهايه يعني. ده جبت لك الصوره معايا عشان انا عارف انها عزيزه عليكي زي ما هي عزيزه عليا انا كمان. وجبت لك الواد اشرف معايا. بابا في حاجه كمان عايز اقولها لك. اتجوزت كريمة بعد ما مخها ضرب، لكن معلش انا عارف طول عمري فقري وشعرة الدين في وشي. يا حبيبي يا بابا انا بحبك قوي. يا دي اشرف، تعال خش سلم على عروستك يا علي. ازيك يا اميره؟ ازيك يا اشرف؟ عمي دي هديه متواضعه مني، الورد ده هيعمل شغل مع ابوكي. يلا يا اولاد اطلعوا بقى على شقه الكابتن. لا شقه الكابتن خلاص، شقه الكابتن للكابتن وخالتي بتوع شرم الشيخ بعتولي، وحاجزين لي هناك شاليه زي العسل يا عمي، ينفع شقه جواز للمبتدئين اللي زينا. ماشي؟ ماشي. كابتن عبد العاطي. بابا جه يا امير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، اهلا وسهلا. احب اعرفك باشرف، ابننا فقر زيني وهيتجوز بنتني. مبروك يا اشرف. مبروك يا امير. الله يبارك فيك يا بابا. يا للهنا اللي فيه، ده انا مرزق، كل العالم ليهم حما واحد وانا ليا حمايين. مبروك يا امير. الله يبارك فيك يا حبيبتي. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. يا سلام يا اولاد، كانت الفرحه تكمل لو خالتك كريمة كانت معانا، لكن شعرة الدب لسه في وشي. أحسن أتبات شوف كابتن منك له، أنا عايزك وأنت بتتدرب سواء هنا أو بتتدرب هناك أو بتشيل، حط بين عينيك مصر وانت بتشيل كده. والتح يا مرس، قول ورايا تح يا مرس، 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 تح يا